أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد على تواصل التنسيق والتعاون في إطار العلاقات البحرينية الأمريكية التاريخية التي تحظى بالاهتمام والرعاية من قادة البلدين الصديقين مما يسهم في التعامل مع مختلف قضايا المنطقة ودعم الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة كافة أشكال الإرهاب والتطرف. جاء ذلك خلال لقاء سموه مع سعادة السيد جيمس ماتياس وزير الدفاع الأمريكي بمبنى البنتاغون، حيث تم عزف السلمين الوطنيين البحريني والأمريكي لدى وصول سموه. وبحث اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون والتنسيق الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين، وأبدى الجانبان رغبتهما في زيادة أفاق التعاون الثنائي إلى مجالات أرحب. كما بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بأمن واستقرار الشرق الأوسط والسبل الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار فيه والتنسيق مع دول العالم والمنظمات الدولية لمواجهة التطرف والإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى. كما شهد سموه مع وزير الدفاع الأمريكي أثناء اللقاء مراسم التوقيع على تمديد اتفاقية التعاون الدفاعي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقعها من الجانب البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وسعادة السيد جيمس ماتياس وزير الدفاع الأمريكي. تأتي الاتفاقية ضمن إطار التعاون الدفاعي الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين.